نعم، الجديد هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي في قصفه المدفعي على مناطق مختلفة في وسط القطاع، لا سيما المناطق الشرقية لوسط القطاع والمناطق الشمالية الشرقية والشمالية الغربية لوسط قطاع غزة. هذا القصف المدفعي الذي بالكاد يمكن القول بأنه يتوقف أو لا يتوقف على تلك المناطق، حيث أن الآليات الإسرائيلية المتمركزة شرق وسط قطاع غزة تقوم بإطلاق قذائفها بين الفينة والأخرى على مناطق مختلفة في وسط القطاع، بالتزامن مع التحليق المكثف للطائرات الحربية وبالتحديد أكثر طائرات الاستطلاع هذه التي بشكل مكثف في سماء القطاع ولا تغادر سماء القطاع نهائيا على مدار اللحظة مختلفة لها ما بين المراقبة والتتبع وأيضا الاستهداف والقصف في أكثر من مرة قامت به بإطلاق الرصاص وإطلاق القذائف والصواريخ من هذه الطائرات، لا سيما ونحن نتحدث عن طائرة الكواد كابتر التي تقوم بإطلاق أسلحتها باتجاه المواطنين. قبل قليل كان هناك استهداف آخر من قبل الطائرات الحربية على المناطق الشمالية لوسط قطاع غزة، سمعنا إلى صوت انفجارات متتالية كانت في تلك المنطقة وهي بالتحديد منطقة شمال مخيم النصيرات. هذا الاستهداف كان لأرض زراعية فارغة، إضافة إلى ذلك مع كل غارة نلاحظ أن هناك نازحون جدد يتم وعلى مدار اللحظة متابعتهم ومشاهدتهم مع استمرار هذه الغارات الإسرائيلية، فبالتالي يكون هذا النزوح الجديد هو بمثابة حمل آخر على المواطنين الذين لم يجدوا مكانا آمنا حتى هذه اللحظة. رحلة البحث عن المكان الآمن هو على مدار اللحظة في قطاع غزة مع استمرار هذه الغارات الإسرائيلية، ولكن للأسف حتى هذه اللحظة لم يجد الفلسطينيون مكانا آمنا لهم في ظل هذه الغارات التي تستهدف كل أماكن قطاع غزة، حتى الأماكن التي يروج الاحتلال الإسرائيلي لأنها أماكن آمنة في قطاع غزة إلا أنها أماكن غير آمنة، وهذا ما أثبتته التجربة والشواهد الكثيرة في وسط قطاع غزة. كما باقي مناطق قطاع غزة هناك العديد من الأماكن التي تحدث عنها الاحتلال الإسرائيلي بأنها أماكن آمنة وقام باستهداف الفلسطينيين فيها، مثل منطقة الزوايدة. بالأمس الاحتلال الإسرائيلي كان سابقا قد أبلغ المواطنين بضرورة التوجه إلى المناطق الآمنة التي من ضمنها منطقة الزوايدة بتحت المنطقة الغربية، ولكن هذه المرة الاحتلال الإسرائيلي قام باستهدافهم ولأكثر من مرة استهدف خيام النازحين على شاطئ البحر وهي المنطقة الأكثر قربا للمناطق الغربية التي الاحتلال الإسرائيلي تحدث عنها بضرورة التوجه إليها مرارا وتكرارا. هذا من جانب. من جانب آخر هناك لمن استقر به الحال للنزوح للمرة الخامسة أو السابعة أو حتى العاشرة أو أكثر لا زالوا يبحثون عن أدنى مقومات الحياة، عن الماء، عن الطعام، عن الدواء، ولكن حتى هذه اللحظة أيضا هم يفشلون في الحصول على مثل هذه المقومات التي تنغص عليهم حياتهم في حال لم يستطيعوا الحصول عليها. محمد أبو ناموس مراسل الغد من منطقة الزبيدة، شكرا جزيلا لك.